واش طريق نتاع موت هذا؟ قاعدين نشوفهم فماش كياس. احنا دخلنا فينا الكهرباء. مش كياس ومش عباد ومش معناها فهمتني. هذا تصور واحد يجي يسوق في الليل فهمتني. يجوا السوق في الليل وذاك بعائلته ولا في الدوار. بالله نفسروا حاجه من شيرات الكل هكا معناتها من شيره الكياس الاصليني اللي يهز السليانه مكسر وهذا الكياس الثاني اللي يستعملوه العبيد معناتها كيف كيف هو مكسر. وهذه رابع ولا خامس نقطه كيف من هكا بالضبط. بالله نحب نوصل الوزير الداخلية قال احرقتوا معتمدية واحرقنا واحرقنا رانا ما احرقنا حد شيء ما احرقنا حد شيء ما احرقنا حد شيء مشكلتنا مع الحاكم ونحب الوالي يخرج الوالي ما عمل حد شيء تنمية ما فماش تنمية ما فما حد شيء وين المشاريع اللي يحكوا عليها اخسر والرش شوف واحد كم شي تعمية مشي فيه والرش شوف 201 معناه في السبيطار في الوذنين ولا هنا 17 حالة في تونس في الوذنين لان ولا هنا كل هاي في اليدين لهنا زاد هذا كلها كيك على اعطونا خدمة اخي باش نطلبين شيء باش معناها نخدموا ولا مريق لك هاو هذا واحد طلب الخدمه شوف شو يصير فيا معناه هذا واحد باش يخدم معناه شوف سير على الخدمه ولينا نحن انا تابعين احزاب وتابعين لا نعرف حزب الار سي اس حاجه باش نخدم هذيك طالبين خدمه ولينا منحرفين ولينا بينا وعلينا بالنسبه للامن هنا عمل الفضحة لهنا سيدي منحي سروال لهنا ونساوين تتفرج في العمارة لهنا وفضايح فهمتني وحجر وولوا يضربوا بالحجر وولوا يضربوا معناها تعرف شيء مؤثر شيء يشبه الكذا معناها تجي تشوف تلقاه تقول غزة لهنا الحجر والضرب والواحد دخلونا حتى لهنا وسي حمادي جبالي البارح هذاك كلام يقولوا زاد شعل فيها النار لهنا هذا سياسي برش عبيد يسألوا شنو هو الأصل متاع المشكلة شنو هو الأصل متاع اللي أدى الاحتجاجات هذه الكل اللي صار ما ثمياش للتنمية لا حد شيء هو يحكي لك البارحة هو خطر سبب اللي الكاتب متاعه وضرب المرأة بكف ما هوش صحيح هنا شو هذا هي قطرة فاضي الكيس فهمتني هذا هو معناه الموضوع موضوع التنمية ما ثمياش المشاكل البلاد ماشية وتوخر ما هيش ماشية وتقدم وبرشا حوايج معناها قاعده ماهيش ماشيه البلاد بطبيعتها برشا طلبات ماهيش موجوده برشا عباد بطاله بتمقتنا حقره عباره عن قريب من ياسر يعني نحفوا سراويلهم قدام العباد معناها الحكايه هذه قالها السيد من غادي وانت عاودتها اي ينحوا في سراويلهم قدام نساء ورجال لاني مخلط شكون فهمتني الامن الاسم مليتي مختار انا مالك ياس لهنا وني واقف من الصباح لليل والبوليسي اللي جاوا للباب هذاكم جاوا يدخلوا بالكراهب امس هو امس يدخل بالكراهب ويلوح في لي بومب فوق السيترنات وعلى الترمبات كيف نقول له لا يسبني ويعايرني يسمعني الكلام كله قلت له راهو عندي كاميون قلت له عندي كاميون بعثته توتال هو حابس هذو كيلومتر معناه احموني خلينا نجي نفرغوا للعباد قال لي نعمل له وندني لامك لو كان يجي ونحرق ربه يضربوا معناها المواطنين تضربوا هما يضربوا معناها كلام اللي يوريك اللي يشوفك ثم امراه والده هاي جارتي الوطنيه مسكينه تبكي تعمل لهم بنتي دخلها الغاز سكري بابك وكلام زايد ما تصورش الباب كلام زايد ما تصورش الباب شنو حكايه العجله اللي تشعل العجله جرموها المواطنين يدز فيها واحد معاون امن من غاديكا اي ها ويني هاني بلاصتها هاني باين هاني قريب الكيوسك فهمتني ويدز فيها غاد والحجر كاع فيه من نرجع خليها غاديكا تشعل ورجع تشعل هو يدز فيها الكيوسك اي هو يدز فيها يا من هكا ها وين ها وين واصلك فهمتني قسما بالله اللي قالوا العرايض اللي موجوده كل ما فماش تاكسيد ما فماش حالك مسيرات سلمي مسيرات سلمي وانت تخلي ولا يا ما فما حتى شيء ما فما حتى شيء كرش الحياة قدام الولاية اللي استعملوا فيها معنا وفي الولاية وسط البلاد. هذا من الولاية وسط البلاد استعملوا فيها معنا كرتوش الحي شفتوا كرتوش حي ثم أكثر من كردونة في وسط الاتحاد. باهي.
انا بيدي تعرضت علي فلوس، كي جينا ندافع على حقوقاتنا احنا كعملت حضاري خلصوا فيني بابخ 3 ثمان، وصل المعتمد دول عرض علينا فلوس وهددني. اسكت، لان عن القرار نتاع المدير العام تاع الشغل عن وعندي ما يثبت كيفاش قدمنا مطالب وموثق هذايا كل شيء موثق. ويني العقليه؟ تو سي علي العريض يتكلم على القانون، هل هو من رجال القانون؟ انا خلطوا علي، شدوني ضربوني بالمطراك، كسروا لي يدي هيك، قدوها في السبيطار البارح، وبعد كيف زعت منهم ضربوني بالكرتوش. كان نوريك ساقي من هناك، انا ما تبقى حال فمك، تبقى تخزن لي كيفاش هاي كيما الولد هذاك هاكا في بدل حل الباب وضربني واحد قريب لي، واحد يمروح في الناقة الريفي ذلك. تصور نحن هبل حل الباب وضربنا مسين مروح. اطلاق النار كان عشوائي حتى على المرة في الطريق، ثم من يحمل مريض من يحمل مصاب إلى المستشفى تطلق عليه النار عشوائيا. تصور كرامة الحماية هزتني ضربه يضربوا فيها من تين حاج. ما هو تفسير معناها أنه الواحد يشبر في منطقة حساسة متاع جسم الإنسان، منطقة حساسة ولا واللي فهم يفهم، وتصيبه في الخصيتين. ما معنى ذلك؟ إذا ما كانش قاصد، لو كان يقمر 100 مرة ما يوصلش له، دونك هو قاصد باش يفقده في الرجولة متاعه، وهذا يدل على غل، ويدل على لا إنسانية، ويدل على لا وعي، ويدل على لا مبالاة تجاه الناس هذو. أحمد بالله الكرتوش دخلوا الديار، دخلوا لحوم يضربوا في ولاديت صغار، نساء كبار يضربوا فيها، رجال كبار يضربوا فيهم، ولاد صغار، عنا ولاد حومه صغار معمي من عينيه الزوز، شكون باش بدلوا؟ الوالي ما بدلوش لعينيه الزوز، ثم شكون في خشمه؟ ثم شكون في عينه؟ مليارات ما تخلصوهوش، عباد مضرورة، الشعب مضرور في سليانة، دخلوا لحومه وضربوهم. في الليلة رباعي لحي النور وحي صلاح وحي كاع المزود وحي طيب الميري لإخراج المساكنين إلى وتجمهرهم في الساحات العمومية، ثم إطلاق الرصاص الحي عليها مباشرة، وكان التصويب مباشرة في الوجه وفي الصدر وفي أماكن أخرى نحشم كي نقولها. المرة من يحمل مريض من يحمل مصاب إلى المستشفى الجهوي بسليانة يتم إطلاق الرصاص عليه والتصويب كذلك في الوجه والصدر. اقتحام فيه مصابين في وسط الجامعة. تعطيل السيارات التي تحمل المصابين إلى المستشفى الجهوي بسليانة. سيد نجيب السبتي كاتب عام اتحاد جهوي لشغل بسليانة. السؤال الاولاني باش ننطلقوا منه، فما برشا اتهامات تحكي عديد الاطراف سواء من الحكومه ولا حتى مواطنين يقولوا انه الاتحاد هو المحرض على اعمال عنف صارت في سليانة. ننطلقوا من السؤال هذا باش نتوجه بالنسبه للكلام اللي كونه الاتحاد هو اللي يحرض. احنا بالنسبه لي انتم ما عشتوا معنا اليوم تقريبا مسيره تضم ما يقارب 20,000 متظاهر خرجوا من دار الاتحاد سلميا، ودار جابوا شوارع المدينه، ثم تنقلوا امام مركز الولايه، ولم تصدر اي اعتداء او اي رد فعل او اي مشكله وقعت في امام مقر الولايه، لا ضرب بالحجر لا فماش. هذايا مردود عليهم باعتبار كونه الصحافه موجوده وعبرت عليه في قنوات فضائيه البارح، كونه الـ 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 الامن هو اللي يستفز المواطنين اللي واقفين بطريقه سلميه يعبروا على مشاغلهم، يعبروا على همومهم، رفعوا شعارات حول التنميه، حول التشغيل، حول توزيع ثروات، توزيع عادل، هذا كله ويقولوا كونه ما هذا كله مفهوم، وكنا عايننا معناها اليوم وموجود حتى موثق بالصور اللي فما استعمال مكثف للعنف من طرف عوان الامن، معناتها استعمال غير معقول للعنف. هذا من جهه، نحاول نكون موضوعيين شويه، معناتها بالنسبه للمسيره السلميه تطالب باقاله الوالي، هل نجد تبرير معناتها البلار المكسر نتاع الولايه او للاعتداء على مقر الولايه؟ شوف ما نبروش، لكن لو كان تعرف وقتاش وقع هذايا وقع يوم ان اعتصموا موظفين وعمال الولايه بعد ان كاتب مدير مكتب الوالي
ضرب الكاتب العام للنقابة الأساسية للمصالح المشتركة في الولاية واللي هم عددهم تقريب 150، طالبوا من السيد الوالي وقتها كونه اللي قام بالعمل هذا تقع محاسبته، الشخص هذا مدير مكتبه تقع محاسبته، لأن الوالي في ليلتها صرح عبر وسائل الإعلام كونه مجرد مناوشة بين طرفين زوز أعوان يخدموا في الولاية، هذا اللي خلى الناس ترد الفعل ثم تطلب خروج الوالي اللي هم معتصمين ثم. صحيح ثم بعض النقابين تحقوبين باعتبار الحدث كونه غريب، كونه شخص يتعمد ضرب كاتب عام كاتبة عامة نقابة أساسية وهي مرأة مناضلة، لأنه في يومها يوم الخميس 22 كانت الهجمة من طرف بعض الأعوان الأمن اللي جاءوا في كرهبة خاصة تقريبا على 5 تلاشية وداهموا مركز الولاية واستعملوا العنف مع المعتصمين وضربوا بالبومب لاكريموجان في داخل الولاية، وكان مكتب الحاجب موجود وهما اللي كسروا مكتب الحاجب وهما اللي ضربوا البولار عند دفعهم للناس المعتصمة بالبومب وبالضرب بالعصي بتاعهم وغيرها. هذا كله طبيعي، انت تسمع من الطرف اللي هو متاعك، تسمع من رجال الامن متاعك هاو شقارة بكسروا رو عملوا، تسمع من والي في بيرويه مسكر على روحه، طبيعي باش يقول لك راهو الطرف المقابل، راهو المحتجين، راهو المعتصمين، راهو هي نفس الغنيه اللي كنا نسمعوا فيها في عائلة العائلة البائس. ستاهر انت النظر العام للمستشفى حس المسائي في سبيانة، حبيت نسال شنو العدد الجملي نتاع الاصابات اللي وصلت في مستشفى سبيانة في الحدث الاخير؟ وصلتنا 210 حالة. الحالات هذه في الارقام اللي داولت على المواقع الاجتماعيه ولا في وسائل الاعلام؟ هذه الاحداث اللي موجوده عندنا اللي مسجله في الكراسه نتاع الاستعجال، عندنا 210 حاله. بالنسبه للاصابات على مستوى العين؟ عندنا 20 حاله حولناها من تونس. الحالات الكل تحولت لتونس. المستشفى 19 بالهادي الرئيس وواحد في شرنيكور. كيفيه التعامل مع المصابين معناتها خاصه في الظروف هذيك الاستعجاليه؟ معناتها شنو هي الصعوبات اللي لقيتوها؟ فما زاد انباء واخبار تتداول على اساس انه قوات الامن معناتها كانت تواجدت لهنا، صحيح هذا ولا مش صحيح؟ كانت تعطينا لمحه على كيفيه التعامل مع بالنسبه لامس خاطر الضرب الكبير هو امس، قوات الامن ما دخلوش في السبيطار وما جاش حتى عاون مضروب ولا مش مضروب. فما معلومه تقول معناتها برشا عباد يحكيوا على اساس انه فما مصابين البارح جاو يعديوا لهنا في السبيطار ومعناتها شدوهم العوين الامن لهنا، صحيح المعلومه؟ ما هو صحيح المعلومه هذه، كل المرضى جو عدوا وشدوا محمد، فماش حتى عاون امن هنا. بالنسبه للمصابين البارح في تونس معناتها كي صورت انا في مستشفى العيون يقولوا اللي فما برشا مصابين وفما نقص في سيارات الاسعاف، معناتها كيفاش تعاملتوا معناتها؟ فما نقص ما جو سيارات الاسعاف من المعتمديات الكل 24 معتمديات المجاوره وفما حتى من كيف ومن باجا وكل. عملوا مساندة من ولاية المجاورة الكل بشمال الغرب. بالنسبة للشباب المضروب اللي حاب يجي عادي من غير ما قايد اسمه كيفاش تعاملت معاه؟ شي عادي وياخذ الدواء ويروح عادي. فهمت خاطر مع عدد الحالات وصل حتى أكثر من 500 حالة راهو. 500 حالة فرق؟ لا اللي مسجلين هنا 220، أما الحالات اللي جو أكثر حتى من 500. خاطر فوضى البارح. نحب نسألك بالنسبة للحالات 210 حالة اللي وصلت المستشفى اللي حكينا عليهم، الإصابة شنو متأتية من شنو بالضبط؟ رش. الحالات الكل كلها مضروبة بالرش على مستوى السجين، على مستوى الظهر، على مستوى الرأس. حكينا مع السيرفيون جنرال على موضوع اخر فيما يتعلق بالمداهمه نتاع عوين الامن المستشفى، السيرفيون جنرال يقول لي ما صارتش الحكايه هذه، بالنسبه لك انت عندك شي مضيف؟ اذا كنتم توا تنجموا تشدوا صحيح، انا لي كاميرا مراقبه ليلتها فما عاون امن جاء واستقبلوه عملوا له الاسعافات اللازمه ودخل للصاله هذه اللي هو تم فيها الاسعاف. بعد هو كي بدا فما كلام يعني خارج عن الموضوع، الزميل اللي سعفه في حد ذاته قال له مش معقول احنا نسافوا فيك، يعني مش هدا عاديه تاع جدال في الكلام،
خرج لبرا بدا يسب بدا كذا ما نعرف شنو ما رانا مشات دخلت السيرفيونت نتاع للامانه راهو خاطر احنا حاضرين للواقع مع حكايه تقريبا 8 نتاع الليل راهو خذا لي سيرتيفيكا نتاعو خذا لوردونونس نتاعو عمل الاسعافات نتاعو غرزوا له استيتيك جابوا له السيرفيونت نتاع البلوك يعني فيل استيتيك استعملوه له السيد العون نتاع الامن ما رانا الا مشى عمل تليفون وسته سيارات مأجي وعندنا راهو كاميرا مصوره ايش صار في المستشفى يعني من ليرجونس يعني مسافه نتاع اكثر من 100 متر ستة سيارات مأجة بالعوان وكلها ما هو السيد اللي عملوا له الاستيتيك يعرف البلاصة اللي صارت فيها تدخل دخل طول الكلوار يجروا فما مرضى في الارجانس فما مرضى في الكلوار تاع سال راديو في اللي سال دسوانوة يعني حبوا باش يدخلوا للبلوك ودخلوا للبلوك فعلا ما عرفوش الباب اللي دخل منه السيد اللي قاعد يخدم هو وقته موجود في الخدمة زميلنا نصر الدين وهو وقت يشق وعندنا زوز مرضى في بيت العملية ما عرفش علاش هذه وعلاش انفاوها في الإعلام اللي هي ما صارتش مع أنه راهو نجموا هما طوي يطالبوا فما كاسيت مصورة اللي هما كيفاش صار في الكلوار ولا لا ألطف من الله وناس مسكت عقابة كانوا نجموا حتى داخلين بالغاز بالواحد يعني كيني داخل في البر بيب أنا مليش حاول يجيني لهنا عاون من الأمن جاء لهنا باش نصفوه كل شيء فهمتني بعد ما صافناه عمل لك وسمعنا الكلام الناس الكل دخل زميلنا بيقالوا كيفاش تقول كلام كيما هكاك بعد ما نصافوك وكل شيء يكاو طلب زملاء وكذا جو قرب 30 40 واحد يكاو هذا شنو اللي صار شوف كيفاش كسروا الواحد ودخلوا بيت العمليات باش معناتها كسروا هذا باش يدخلوا لل في بالهم الباب هذاك في بالهم هو شي يتعدوا له لداخل فهمت يا اخي تبعك هما تما زوز عوين دخلوا منا كسروا للواحد بسقيم لهنا وبالسلاح ضربوا هذه الصور هذه كلها كسروه احنا توا عودنا من الواحد بتبيع اذا فما كاميرا مرا شوف انت تما ثم كاميرا سيرفيونس فوق تشوف الواحد وين مطايش ريت هذه السالب تاع الرياع معناتها تنجم هذه معناتها يهرب واحد من هنا ولا سبحان الله كيفاش تضربته كيفاش امس العشيه تضربت في الحومه واقف بهذا الدار يا اخي فانا نفضل ولاد هاربين يجروا من الحاكم صادم عليهم كهرباء نتاع حاكم يضربوا فيهم بالرش جت ضربات الكل في يدي يعني جيت امس عديت لنا نرقى صحابي مضروبين اكثر ما معبي السبيطار وليت روحت اجلتها اليوم فانت معناتها لاباس شوي يعني جيت ناحي فيهم اليوم كعبيتها وكان في يدك معناها كان في يدك تضربت معناها كان في يدي كان يعني كذايا نظام يدي وذي امس شقولي عليها هاي نحولي جيت حبيت نسأل كيفاش تضربت وقتاش احكي لنا بالضبط البارح سمعت باللي البلاد مازالت كيف العاده مازالت مظاهرات مع ماضي ساعه خرجت من الدار حبيت نشوف ايش ثم نشوفهم على بعض خرجت لقيت العباد ملمومه في بحضة المحكمه في وسط البيت مشيت ثم نشوف معاهم فاش قاعد يعمل الحاكم كيف مع العباد الكل ومن بعد ما سمى واحد من الحاكم متخبي بالحيط ما شفتوش ومن بعد ما شفتوش انا كي متخبي هو ما جيت نتلفت وراي قلت العباد هاربه جيت مش ندور على دورتي انا جيت مش ندور نخزر له هو كي خرج من ورا الحيط وحط في الواحد وصل يمشي يضربني ما ضربك بالمقرون نتاع الرش اي بالمقرون نتاع الرش ضربني معناتها انا على دورتي انا درت يد جيت سمعت الحس من بعد وين تضربت بالذات؟ لا يعني وين يبغى يضرب؟ أنت تقول معناه في الجنب ده؟ إيه في الجنب. خسلت رجلي كل وطول قدامي سمعني كعيط قلت ياي جاني هزني على كتف من بعد دخلني للدار جات الأمبولانس. جاتني ضربة متاع غدرة. أنا واقف واحد في وسط العباد واحد منهم قاعد يعمل في قريماس انا قاعد نغزر له اللي اخذ ضربني من وراء الحيط انت هبط معناها في المظاهرة نتاع البارح لا انا دخلت معناها على اساس نشوفه بر يعني الناس الكل ماشي تشوف هم هما شنو يعملوا كيف الفخ معناها حسب ما نقولوا واحد واحد منهم واقف وسط الكياس يعمل في قريماس وكذا وكذا شنو واقف من ناحية السروال وحشاك وين بحدا الولاية
هذا خاطر احنا فما برشا عباد حكيو على هذا فازت شكون من ناحيه سلوال وبحذا الكيوسك في نفس البلاصه بار الكيوسك لا بار الكيوسك هذه وانت ضربت انا بالضبط بحذا الولايه خف ناحيه سلوال ومشيت في دعساء فهمت انتم مش عملتوا وقتها لا الوقت هذاك العباد متخبين انا مش نفيق بيه انا بقيت نخزر له معناها من باب العجب بقيت نبهم فيه يا اخي الاخر قال تبع فيه من وراء الحيط معناها جوست دو مخرج من وراء الحيط معناها هذا مباشر موجه لك انا وحدي بطبيعتي انا وحدي في وسط طريق كامل العباد الكل متخبي كان انا وحدي بعد وقت قالوا لي العباد هكا مش يضربك انا جيت هارب درت على جنب هاك وقمر فيا